أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كانت الأسنان غير متساوية الحدود السفلى لأن بعضها كسر منه شيء، فهل يجوز التسوية في حدودها السفلى؟ نعم، يجوز له يعالج أسنانه إذا كانت مختلة، بعضها طويل وبعضها قصير وبعضها مايل، لا بأس أنه يعالجها، لأن هذا من العلاج ومن إزالة الأذى وإزالة التشويه، لا بأس به. لكن الكلام أنه إذا كانت أسنانه سليمة وراح يعبث فيها، هذا هو الذي لا يجوز. نعم.